السلام عليكم. دلوقتي عايز اتكلم عن امثله على البروجكشن في حاله الكونتينوس فانكشنز. احنا كنا عملنا حاجه زي كده قبل كده لما قلت ان لو عندي ميو اوف اكس واي بتساوي اي اس ناقص اكس تربيع زائد واي تربيع، ده اللي هو الجاوسيان في 2 دي. وقلت ان انا عايز اجيب كده ميو، مثلا نسميها ميو سي اوف اكس واي، وكنت عايز اجيب الميو اي اوف اكس، عايز اجيب البروجكشن بتاع ده على اكس يساوي ايه. بسرعه كده، ساعتها قلنا ان احنا بنعمل الكلام ده عن طريق ان احنا بنختار، طبعا احنا عايزين نلغي الواي، يبقى بنختار قيم كده للاكس، يعني انا بجيبها بشكل تجربه، يعني هختار قيم عشوائيه كده للاكس، وبعدين عند القيم العشوائيه للاكس هسميها اكس نود، هختار اكس يساوي اكس نود، والاكس نود دي هقعد اغيرها كل شويه من في كل الرينج بتاعي. ماشي، هنا هنقول ان الرينج بتاع الاكس هسميه يو، مثلا من سالب انفينيتي لانفينيتي، اللي هو كل ريال نمبرز يعني، نفس الكلام بالنسبه للواي، انا برضه مش عارف الدومين مش الرينج، والفي برضه اللي بتاعت اللي هي الواي بتتحرك من سالب انفينيتي لانفينيتي. طيب كنت بختار قيمه مثلا للاكس، نقول مثلا لما الاكس بتساوي زيرو مثلا، ايه قيمه الواي اللي تماكسمايز الفانكشن دي؟ نحن دلوقتي قلنا البروجيكشن بيكون الماكسيمم فاليو اوف الممبر شيب فانكشن، ايه قيمه الواي اللي تماكسمايز الكلام ده لما الاكس بيساوي زيرو؟ هلاقي ان الاي اس ناقص حاجه دي فانكشن الماكسيمم فاليو بتاعتها واحد. تمام، عمر يعني عمر ما الجاوسيان اخره واحد، الماكسيمم فاليو بتاعته واحد، عمره ما يكون اكبر من واحد. طيب فانا عايز اماكسمايز الفانكشن، الفانكشن دي بتساوي واحد لما يكون الراجل فوق ده بيساوي زيرو. تمام، يبقى عشان اماكسمايز الاي اس ناقص اكس تربيع زائد واي تربيع محتاج امينيمايز البسط ده. طيب محتاج اخلي ده مينيموم، هختار الاكس بيساوي اكس نود. لو الاكس بيساوي اكس نود، اكس نود ايه قيمه الواي اللي تخلي هذا الشيء مينيموم؟ لو ركزنا هنلاقي ان الاكس نود سواء كانت قيمه موجبه او سالبه، فالاكس نود تربيع قيمه، يعني كده الميو سي اوف اكس نود واي عباره عن اي اس ناقص اكس نود تربيع واي تربيع. ماشي، فمهما كانت قيمه الاكس نود، طبعا دي زائد واي تربيع، اسف، مهما كانت قيمة الـ X نود دي Y مش Y نود، فاللي هيخلي هذا الشيء مينيمم هو إن Y تساوي 0، والـ Y مسموح إن هي تساوي 0، فخلاص يبقى أنا عارف إن هيخلي هذا الشيء مينيمم هو الـ Y بتساوي 0، وساعتها هتكون قيمة الـ function E أس ناقص X نود تربيع، يعني قيمة الـ function دي عند كل X يساوي X نود هتساوي E أس ناقص X نود تربيع لما أعمل projection، لأن ده هو الـ maximum value possible. هلاقي إن الـ ميو A أوف X، وده كنا قلناه قبل كده عشان كده بقوله بسرعة قوي، عبارة عن E أس ناقص X تربيع. طيب فده شكل، دي طريقه اقدر اجيب بيها الحل. طب في طريقه ثانيه ممكن اجيب بيها الحل باستخدام التفاضل. انا عندي دي الفانكشن اي اس ناقص اكس تربيع زائد واي تربيع، بختار اكس بيساوي اكس نود واثبتها واشوف قيمه الواي اللي تماكسمايز الفانكشن، ده اللي انا عايز اعمله دلوقتي. انا عايز اجيب قيمه الواي اللي تماكسمايز الفانكشن، وبعدين اعوض بالواي دي في المعادله واشوف قيمه الماكسيمم فانكشن دي كام، وهتكون قيمه الماكسيمم فاليو للفانكشن دي هي نفسها الميو اي اوف اكس. ده هو تعريف اصلا البروجيكشن زي ما قلنا قبل كده. طيب فانا ممكن اجيب الماكسمايز الفانكشن دي عن طريق التفاضل، هفاضل بالنسبه لواي اي اس ناقص اكس نود تربيع، ده كده كانه كونستنت، زائد واي تربيع. هلاقي التفاضل عباره عن نفس الراجل ده اي اس ناقص اكس نود تربيع زائد واي تربيع، مشتقه البسط يبقى عندي هنا مشتقه الباور هيديني هنا سالب واحد، وهنا هيديني 2 واي. الكلام ده كله عشان اماكسمايز محتاج افاضل واساوي بصفر، فده بيساوي صفر. هلاقي ان هذا الشيء عمره ما ممكن يساوي صفر اصلا الا عند الانفينيتي، ده مش معانا خالص، فده عمره ما يساوي صفر، وده مش هيساوي صفر، ف2 واي هتساوي صفر، يبقى الواي بتساوي صفر، يبقى قيمه الواي اللي بتماكسمايز الفانكشن دي هي واي بتساوي صفر. اخد الصفر دي واعوض بيها في المعادله تاني، هلاقي ان ساعتها الميو اي اللي هي الماكسيمم بتاعتي ميو اوف اكس هتكون عباره عن اي اس ناقص اكس تربيع برضه، فنفس الحل وصلت له سواء بالتفاضل او بالتفكير شويه. طيب عايز اشوف الكلام ده على الماتلاب، انا ممكن اجي دلوقتي نرسم الكيرف ده على الماتلاب، كنت رسمته قبل كده على جوجل، بس خلينا نقول على الماتلاب برضه مره، ده يعتبر كانه تكرار الفيديو الثاني يعني. عشان ارسم حاجه على الماتلاب الاول ممكن احدد حاجه زي كده، حاجه اسمها ايه، مش جريد، مش جريد بقول له اعمل لي الاكس واي بلين يعني. ماشي، الاكس بتتحرك من سالب 10 ل 10 والفرق او بين كل رقم ورقم بوينت 1 من 10، ممكن اصغره لو عايز ريزوليوشن اعلى يعني، نفس الكلام الواي من سالب 10 ل 10، فكده بقول له عرف لي الاكس والواي.
طيب فكده محتاج اعرف الزد، هقول له ان الزد انا عايز اي اس ناقص واحد في هنا اكس تربيع ناقص واحد في اكس تربيع بلس واي تربيع. انا كده بقول له ان الزد عباره عن نيجاتيف اي اس نيجاتيف اكس تربيع، ده اللي انا عامله دلوقتي. ماشي، طب عايز ابلوت الكلام ده، هقول له هنا سيرف اكس واي وزد، ساعتها هيرسم لي الرسمه بتاعتي المفروض. تمام اهي دي الرسمه بتاعتي. لو جيت اجي هنا عند الروتيت هقعد اشوف الف كده حواليها، هلاقي ان هو فعلا جاوسيان في 2 دي، عامل كده ده كده جاوسي. طب لو عايز اوسعه شويه محتاج بس اخلي ده سالب 1 اخلي سالب 1 من 10 مثلا، وكاني بزود الستاندرد ديفيشن. يعني ممكن اجي هنا كده تبقى سالب 1 من 10، وبعدين السيرف الاكس والواي وزد تاني هرسم بتاعها هيبقى اوسع شويه. طيب قلنا ايه البروجيكشن؟ البروجيكشن كاني باسقط شعاع ضوء عمودي على البلين اللي انا عايز اعمله. نفترض ان هو ده مثلا اكس زد بلين، لو عايز اجيب الميو اي اوف اكس محتاج ابص عمودي على البلين ده واشوف ايه اللي هيحصل. هاجي هنا هروتيت لحد امتى؟ ده كده كانه الاكس اكسس وده كانه الواي وده الزد، فانا عايز اروتيت لحد ما اكون عمودي على البلين ده. فلو انا عمودي على البلين ده بجد عمري ما هشوف الواي اكسس ده. تمام؟ كاني ببص هقعد اغير في الرسمه لحد ما ابقى عمودي بالظبط، لحد ما ابقاش شايف الواي اكسس خالص. كده ما ينفعش، كده ما ينفعش، حاجه زي كده. طيب كده ما بقتش شايف الواي اكسس تقريبا يعني، هلاقي ان الرسمه هتطلع لي هي دي، هي البروجيكشن هذا الشكل. الشكل ده ايه؟ عباره عن جاوسيان. الشكل ده عباره عن اي اس ناقص اكس تربيع فعلا، زي ما شفنا. طبعا ببص على الحدود اللي بره مش ببص على اي حاجه من جوه، فالحدود اللي بره دي عباره عن جاوسيان، وده معدته اي اس ناقص اكس تربيع سنتر حوالين الاكس، او اي اس ناقص 1 من 10 اكس تربيع، بما ان انا ضربت في 1 من 10 هنا يعني. فكده اثبتت فعلا ان هو ده البروجيكشن. طب لو عايز ابروجيكت على الواي هلاقي تاني بنفس، هلاقي ان طبعا في سيمتري، فهلاقي ان الماكسيمم بالنسبه للواي هيكون اي اس ناقص واي تربيع. لو عايز اجيب الميو بي مثلا اوف واي، فهاجي ابص هنا بدل ما بروجكت على الاكس هبروجكت على الواي، بقعد الف لحد ما اكون مش شايف الاكس اكسس، ابص كده فهي بشكل ما برضو هو نفس الجاوسيان ده، بس في الواي مش في مش 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 في الاكس. طيب الفيديو الجاي هنشوف مثال تاني اصعب شويه من ده.